وحول مضامين كلمة معالي وزير الداخلية معنا عبر الهاتف من دولة الكويت المحلل السياسي دكتور فهد الشليمي. دكتور فهد مساء الخير. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير عليكم وعلى المشاهدين. دكتور، تضمنت كلمة معالي وزير الداخلية التي ألقاها اليوم أمام نخبة من أبناء الوطن التدخلات السافرة لإيران في شؤون مملكة البحرين والمنطقة عموما، يعني على ضوء ذلك كيف تقرأ محاولات التوتير والتأزيم التي دأبت إيران على انتهاجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الاستقرار في المنطقة يؤدي إلى زوال نظام الملالي في إيران. هم لا يريدون الاستقرار، لذلك يحاول أن يخلق البلبلة والزعزعة في دول الجوار، بينما نشاهد العكس تماما مع الدول الأوروبية. يحاول، لو تشاهد خطاب وزير الخارجية وتصرفات المسلك السياسي لنظام الملالي في إيران للدول الأوروبية، تجد في غاية الوداعة وفي غاية التعاون والبحث عن الاستثمارات، بينما الأولى والأجدى في العلاقات الدولية أن تكون علاقاتك مع دول الجوار الإقليمي هي العلاقات الأفضل. النظام الموجود في إيران لا يريد هذا، يريد أن يخلق له مخالب في كل منطقة لكي يمارس تأثير قراره السياسي، بالإضافة ينمي قوة العسكرية للسيطرة على مناطق خطوط مواصلات الطاقة والتشوك بوينت، مناطق الحرجة في طرق المواصلات مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لكي يتسيد المنطقة. نعم. طبعا هذا الكلام مرفوض. دول الخليج لم تتدخل في شؤون الداخلية، وأنا أعتقد هذا الشأن يجب أن يتغير. نعم دكتور، لا شك مثل ما تفضلت، يعني دول مجلس التعاون سعت من خلال خطابها السلمي وحسن النوايا إلى تحسين العلاقات دائما في العديد من المواقف السابقة التي حدثت مع إيران، على الرغم من أن إيران لم تقابل ذلك إلا بالمزيد من المواقف التوترية ومحاولات التدخل في شؤون دول مجلس التعاون عموما وضرب الوحدة الوطنية. يعني ما هو الموقف المطلوب من وجهة نظرك، يعني خليجيا وعربيا، إزاء هذه التدخلات؟ نظام الملالي في إيران يختار المناطق الرخوة، كل بلد له مناطق رخوة. احنا عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي الحمد لله يعني الكل عايشين، لكن هناك محفزات يشعل شرارة الفتنة. نعم. الشرارة الذي يريد أن يشعلها هي الفتنة الطائفية. الحمد لله الناس عايشة بخير وباستقرار، هو لا يريد هذا الاستقرار، فعلشان يدخل عليك يدخل من باب الفتنة الطائفية. تجد حتى في تويتر الآن، في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مجموعات تابعة لنظام الملالي في إيران تتقمص أدوار وأسماء خليجية، بعضها يقول لك أنا سني ويقعد يلعن، ويرد عليه الثاني كأنه هو من الشيعة ويرد عليه، وهم اثنينتهم جالسين في نفس الطابق ويديرون حسابات مختلفة لإثارة البلبلة والفتنة في دولنا. أنا أعتقد يعني دولة مملكة البحرين الحقيقة عملت مجهود دبلوماسي رائع لما اشتكت إلى مجلس الأمن من التدخلات الإيرانية. أيضا يجب أن يكون علينا واجب أن احنا نوحد الجهد الأمني. النقطة الثالثة، يجب أن تكون المعاملة بالمثل في رأيي. نعم. أنت تزعزع عندي، أنا زعزع عندك. نعم. يعني القانون الدولي ما يحميك لأنك أنت تجاوزت القانون الدولي علي، ومملكة البحرين وحتى احنا عندنا في الكويت كان هناك خلايا، وخلايا نفس السيستم كوبي بيست، نفس الطبع اللي عندكم في البحرين هو وجدنا عندنا في الكويت ووجدنا عندنا في السعودية. أيضا حتى تجفيف مصادر الأموال، وين تروح أموال الخمس؟ أموال الخمس هذه تروح لازم لفقراء البحرين، للناس اللي داخل البلد، للناس للمواطنين. أنت تتكلم على أموال بمئات الملايين، ليش تروح لإيران؟ ليش ما تروح لأبناء البلد؟ ما فيها مشايخ من أخواننا الشيعة، ما فيها سادة، ما فيها علماء دين. يعني هذا هي الشيء اللي يجب أن نتفاهم معه. يعني أيضا لا تظن المواطن البحريني، لا يظن أن الخطاب الإيراني الجميل المعسول الكلام راح يخدم إذا هو سيطر على الوضع. كاهم. نعم. شوفوهم مع الأحوازيين وهم من نفس الطائفة كاهم. نعم. هذه الأحوازيين كل يوم ظالمينهم وكل يوم معدمينهم. نعم. محلل السياسي دكتور فهد الشليمي، شكرا جزيلا لك.